خلاص بقى هدايا، بطلي عياط. كمان بليز. هي دي اخرتها؟ يتجوز عناي بعد كل اللي عملته معاه؟ هي دي اخرة خدمتي ليه؟ والله يا هدية الكبير معذور برضو. جوني هتقول ايه؟ سوري هي هدية دي كانت مخلياه عايز حاجة. انا والله مش قصدي هدية، انا قصدي التشيك التانية. قصدك ايه يا جوني؟ خلاص I'll zip my mouth. Good for you. انا خابرة انها حلوة وغندورة وتلوح عليها راجل، بس مش هي دي المشكلة. انا مشكلتي اني لسه بحبه ومستحملش اشوف حد مشاركني فيه. بجد انت سو كيوت يا هدية. ربنا يستر عرضك. بقول لك ايه، لو ما كانش فيها رزالة يعني ممكن اقعد احداك لحد الصبح، عشان ما ينفعش اروح دار ابوي دلوقتي في نصاص الليالي كده. Are you crazy؟ هتروحي to your dad تعملي عنده ايه اصلا؟ ممكن تفهميني؟ امال يعني اقعد هنا وشي في وشي اللي ما تتسماش؟ ايوه طبعا، تقعدي وترخمي وتغتتي لحد ما تطفشيها او تزهقي كبير. لا انا ما اقعدش ابدا وليا ضره في البيت. لا يا هدية، الست الشاطره هي اللي تخلي جوزها قاعد جنبها، مش تخلي اي واحده كده تيجي تاخده من جنبها وتمشي. ماشي. هي راحه فين؟ هرخم وغتت لحد ما اطفش العقربه دي. اشلي نايس قوي اللي انت قلتيه الهدية ده، انا عمري ما كنت اتصور انك ممكن تفكري بالطريقه دي. ما انا كان لازم اقول لها كده يا جماعه، ما انتوا عارفين ما بعرفش انام وحد جنبي. مساء الخير يا كبير. مساء الشيكليطة. ده انت الجلابية هتاكل منك حتة. ميرسي. تفضلي. ميرسي. تسلم يدك. كل دي يا كبير هتعجبك قوي. الكبير ما بيحبش الصدر، الكبير بيحب الورك. الورك برضك يعني حلو يعني؟ ما انتوا عملتوش رقاق الارض ولا ايه؟ ما هو قدامك اهو يا كبير. لا يا كبير ما تاكلش من دي، دي كلها كوليسترول وممكن تضر بصحتك. ما هو بياكل منه طول عمره وزي الحصان قدامك اهو. كل يا كبير بلا كوليسترول بلا هم. مساء الخير. مساء الربراب على نفوخك. ايه اللي جابه دي؟ مساء النور يا سيجوني. نيكول جاهزه؟ الحفله خلاص قربت. حفله ايه يا حلتها؟ انت عاوز مرات اخوك تغني ولا ايه؟ يعني ايه؟ في اتفاق مدين كونتراكت. الكونتراكت دي هتبله وتمسح بيه لمؤاخذه قفاك. ولا انت ايه قولك؟ اللي تشوفه يا كبير. كام داون جوني، العصبية مش كويسة عشانك. ما تهدى بقى، خلينا نعرف نفكر كويس. هنعمل ايه؟ ما تقلقش يا معلم، الحفلة هتتعامل في ميعادها. هاو كام؟ الكبير مسيطر عليها جدي، والغريب ان انا ماشي ورا كلامه. جوني احنا ماضيين عقد، يعني في شرط جزائي ومحاكم وقضايا. بقولك ايه؟ انا هكلم مدير اعمالها عشان يتصرف معاها، ملناش فيه بقى. الحفله هتتعمل في ميعادها يعني هتعمل في ميعادها. كنت عايز تدردش معايا في ايه بقى يا طبيب؟ كنت عايز اسالك انت ليه اتضايقت لما عرفت ان حنان هتشتغل معاك؟ They always seem really great because there's never. ونبقى في الصين حيث احتفل السكان في مناطق مختلفة بعيد سنوات. ايه الدلع ده؟ فشار جبتيه منين دي؟ ده احنا ما بنشوفوش غير في الموالد، هو واللذيذ ده. شو يعني لذيذ؟ دي حلويات صعيدية عندنا هنا، لونها برتقاني وقد قالب طوبك ده، تندقيها تلزق بسك في البق. بجيب لك منين؟ ما فهمت شيء، بسيطة. جبت لك معي فيلم كثير حلو نتفرج عليه سوا. فيلم ايه ده؟ هيدا فيلم رومانسي اسمه سويت نوفمبر، شفته قبل؟ ده بتاع سيلفستر ستالوني. لك لا شو سيلفستر، هذا اللي كيانو ريفز وشارليز ثيرون. كيانو ريفز؟ ده بتاع ماتريكس. والفيلم ده حلو على كده؟ حلو بس اخره حزين شوي. اموت في الحزن، اديني في الحزن. All I ever wanna know.
السجاجيد والعفش عشان هنسيق الدوار كله. شكلنا مش هنقعد براحتنا في الدوار النهاردة. بكرة الصبح أول ما نصح من النوم هفسحك فسيحة زينة قوي، هنطلع من أول النهار ما نعودوش إلا آخره. ولك دخيلها الشويري معنا. إيه هتقعدوا تتودودوا بديها الليل كله؟ يلا اطلعوا على فوق عندنا شغل كتير. ما تدودودود عم بظبط. يا حبيبي اهدى علينا شوي، لشو كل هالعصبيه؟ روجيه انت مش مقدر حجم المشكله. انا بقيت النيو عمده، ما ينفعش اول حاجه اوعد بيها اهل الكونتري بتاعتي تفكس كده. ده غير ان احنا عملنا ساوند سيستم وعزمنا اهل البلد كلهم. شوف لي اي حل تاني غير ان الحكايه دي تفكس. شوف لي اي حل. لك خي روق روق. يعني ايه؟ يعني الصبيه ما بدها تغني. يا خي اعتبرها تعبانه مرضانه اي شيء. مرضانه ازاي؟ ما هي قاعده زي القرده قدامك اهي. خلي بالك احنا ماضيين عقد، والعقد فيه شرط جزائي. لو الحفلة ما اتعملتش هتدفعوا الشرط الجزائي. شرط جزائي شو حبيبي؟ كنتراتو جايبي ما في شيء. معقولة يا روزي ما شربتش حاجة لغاية دلوقتي؟ أو ما أجيب لك بقى حاجة تشرب؟ إيه ده؟ إيه؟ تصدق فعلاً ما فيهوش شرط جزائي؟ أنت هتستعبط يلا؟ أنت عايز تقول إنك مضيت العقد من غير ما تقراه؟ ما هو ما في شرط جزائي، الصبية جاي تغني كومبليمون، يعني من غير مصاري. وما بدها تغني غني لك انا اوف 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 ما حلو حلو حلو. شوف لي حل في موضوع نيكول بقى. اخي حل من وين؟ شو اعمل حل؟ اقول لك شيء بطلع برقص. يا عم انت ليه حاشر نفسك في الموضوع؟ انت فاكر نفسك في ستار اكاديمي هنا؟ فوق يا روجيه فوق. نيكول لو اتجوزت الجحش ده احلامك في الرقص والغنى هتطير. هتشتغل اوراداتي. اشوفك بقى في ناشونال جيوغرافيك. وان بريك ماي هارت سي يو لاف مي اجيت وان بريك. واه 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 فين الخلقات يا هديه؟ ايه فين الخلقات؟ في الغسيل. كل الخلقات؟ كلها في الغسيل. ليه؟ اصلي لقيت عدته في الدولاب. وحتنشف ميته العدة؟ الخلقات يا كوميديا. قدامك البكرة الصبح يا من يعيش. امشي نجري هاتي لي اي جلبية ولا اي ربراب البسه. ما فيش. واه يعني عزالي تدلع الدوارك ده كيف رقاص البلية؟ خلقاتك كلها يا على الحبل يا في الغسالة. وتقلبي العدة في الدولاب عن هزره خميرة عكننا. ايه ده؟ ايه اللي ملبسك كده يا كبير؟ قصدك ايه اللي مقلعني؟ البت هدية الله يجازيها غسلت كل الخلقات. يعني ايه؟ طب وحتنزل بايه وانت خارج؟ والله ما باينش فيها نزول النهارده. لا بقى، انت وعدتني ان احنا هنخرج. والله على عيني على عيني. بس اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا عندي فكرة. ايه رايك لو تستلف هدوم من اخوك جوني؟ باه استحاله. ده انا اتدرس في البلد. ده انا عندي البس غزيه وامسك صدات احسن لي. ليه يعني؟ انا مش فاهم. ده حتى جوني لبسه ستايلش جدا. بتسمي لبس الخنافس ده ستايلش؟ مالها الجلابيه؟ الواحد من يوم ما انسلت من بطن امه وهو لابس جلابيه تديك هيبه. يعني ايه؟ عايز تفهمني ان احنا يوم خطوبتنا هتلبس جلابيه؟ لا طبعا. انا هلبس فوقيها عبايه صوف انجليزي معتبره. جلابيه ايه ولا عبايه ايه بس؟ طبعا مش هينفع. انت مش عارف ان اليوم ده هيبقى مليان صحفيين ونجوم؟ دي صورنا هتنزل في كل الجرايد. انت هتلبس بدله وبراند كمان. لا بدلتي ما تعودتش على كده. طب ولو قلت لك عشان خاطر ايه؟ عشان خاطري يعني. داني عشان خاطرك البس ميول. بجد يا كبير؟ ما كنتش عارف ان انا خاطري عندك كبير قوي كده. ده مش خاطرك بس اللي كبير، ده كمان ايه يا كبير اللي مقعدك في السكه كده بغياراتك الداخليه؟ البجاحه ايه اللي مقعداني هنا وكده؟ شوفي انا اروح ادعبس في الخلقات، اول ما القى حاجه نشفت هلبسها وتلك طوالي. وان بيرك ماي هارت سي يو لاف مي اجين.